موجودين بكلية الطب بالمنستير الملتقى الدولي الثاني للعلاج بالفن. سنختاروا الموضوع أن تكون الصدمة. أكثر تفاصيل باش ناخذوها مع عضوة لجنة التنظيم ريم غادة تويتي. غادة أهلا وسهلا. عسلامة، مرحبا بكم. نشكركم على دعوتنا بحضركم من فاكولتي دمنستير الملتقى الدولي الثاني للعلاج بالفن. أي سنة هي الدورة متاعنا الثانية في المكان هو كلية الطب بالمنستير. اللي قاموا بالملتقى هما جمعية طب ثقافة فن بالاشتراك مع كلية الطب بالمنستير. وسين نحكيو على ملتقى دولي، فما مشاركة حتى من خارج تونس. اي احنا سنة ذي ثانية إديسيون، ثانية دورة دولية عملناو عدينا تيم كان الادكسيون الادمان، وسنة الصدمة اللي هي التروما. فوالا جاونا عملناو من جميع انحاء العالم، وسنة كيف كيف سنة عنا ضيوف من كندا، ضيوف من فلسطين، من لبنان، من مصر، من العراق، من السعودية. دونك فما بليزيوغ انفيتي. حاجه نفرحوا برشا وقت نلقاو مشاركه دوليه على مستوى العلم. صدمه سنين ومو جيسي اون ايسي دو دوني كلكو ديفينيسيون سي سي بوسيبل على الاقل للاوديتور اللي يسمعوا فينا اليوم. صدمه معالجه بالفن سي كواليتي دون فاسون جينيرال. اون فيت احنا سناء كيما عمناول نجيبو دي سبيسياليست في الميتين، ودي سبيسياليست معناتها ميتين معناها داخل في البسيكولوجي، ودي بسيكياتر ودي بسيكولوج وكل شيء. اي اون باراليل نجيبو معناتها دي سبيسياليست اون ار اي اون ار ثيرابي سبيسيالمون. دونك احنا هي الجمعيه طب ثقافه فن تخدم على اهميه العلاج بالفن، على خاطر كيما نعرفوا العلاج بالفن راهي حاجه جديده، سوجي داكتواليتي في تونس. مالوغوزمون ماهوش قاعد يلقى في حظه برشا العلاج بالفن، اوكو في بارتو دون لو موند واخذ حظ كبير. ولا بروف اللي شفت لي زانفيتي اللي جاونا معناتها من برا الكلهم دي سبيسياليست اون ار ثيرابي، فهمتني؟ دونك احنا سنا حابين كيما عم ناول حابين نظهروا الاهميه، نبينوا الاهميه نتاع العلاج بالفن. وهيك علاش سنا عملنا الملتقى هذايا اللي يضم زوز ميادين كبار اللي هما الطب والفن ومراوحه بيناتهم الزوز. هذا نعاود نذكركم انه انطلق البارح الملتقى الثاني، توصل اليوم وتوا موجودين الصدمه غير مباشر الاستجابه من خلال الفن في خدمه الداخلية للنقاش، بعد زاده مسات متواصله. هذا الكل ساسباس في كليه الطب بالمناسبه. فما حاجه اخرى حاب نذكر بها، اللي نهار الاحد عندنا لي زاتوليي يبداو من 9 نتاع الصباح حتى الماضي ساعه. بسيكودراما فما عندنا بسيكودرام سينما ميزيكوثيرابي وريتم واخ بلاستيك بيان سور. لي زانيماتور عندنا دي زانيماتور من لبنان كيما زينة داكاش، هي رياليزاتريس ليبانيز. عندنا انديرا رافي بسيكودرام ايجيبسيان. في السينما عندنا عز الدين شالح اللي هو مخرج فلسطيني ورئيس مهرجان سينما القدس، وكمال بن ونيس اللي هو ناقد السينمائي الكبير التونسي، وابراهيم الطايف اللي هو المخرج الكبير التونسي زادة. في الموسيقى نلقاو رحاب جبالي ومدام غادة عبد الرحيم اللي هي ايجيبسيان زادة. في الايقاع عندنا دكتور ابراهيم بهلول. وفي الفن التشكيلي عندنا بيير بلانت من كندا، وكريستين غويت من كندا، وناديه شقرون بروف يونيفرسيتير في بوزار مهديه. هذا أكثر تفاصيل تلقاهم زيد على الباج وفيسي الفيسبوك لراديو الحياة فام. غادة تويتي لجنة التنظيم الملتقى الدولي الثاني للعلاج بالفن. أن كرو ميرسي. ميرسي بوكو. الحياة فام. الحياة فام. زهرة الحياة.